اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، خليها سمك النهارده بالتاكيد مع المغازي، هيكون له طعم تاني ومدرسه بسيطه وسهله واحببك في اكله السمك. وبلاش تشتري من بره، ليه تشتري من بره اذا انت عندك السمك خير مزارعنا البولت تعمليه سنجاري في البيت بطريقه بسيطه وسهله، واعلمك ازاي تعملي السنجاري من غير ما يلزق في الصينيه ولا يلزق في الفرن. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمله بالخلطه الحلوه اسمها الخلطه المغازيه لحشوه السنجاري، فيها فلفل وفيها كرفس وتركيبه من التوابل. معانا جمبري النهارده لحم، هنعمله النهارده ريزيتو من المطبخ الطلياني. حلو قوي المطبخ الغربي في عمال الاسماك، ما فيهوش كده غلبه كتير، لا ما يعرفوش حاجه عن الرده، فهنعمل النهارده الجمبري بتاعنا هنعمله ريزيتو بطريقتي الخاصه مع روزماري مع زعتر، طبعا بياخد جبنه موزاريلا او جبنه بارميزان حسب الرغبه، ولكن مدرسه الريزيتو يتعمل بالفراخ، يتعمل باللحمه، يتعمل بالخضار، لازم الريزيتو ده يكون مستوي جامد، فعشان كده الاكله دي بهداه لكبار السن والاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا السمك هياكلوا من الاكله ديت وهتعجبهم. معانا سمك فيليه قشر بياض النهارده هعمله بكاتا. حاجة اسمها شرايح السمك الفيليه بالزبدة والليمون، يعني بكاتا فيش بالزبدة والليمون، ده المسمى الغربي بتاعها. هنعملها مع بعض النهارده ونشوف ازاي نعمل صلصة الزبدة بالليمون الجميلة الحلوة اللي بيحبها الجمبري أو السمك الفيليه. تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعتي، بس ما تنسوش حاجة مهمة جدا، معانا النهارده عصير سموزي الليمون. الليمون بالنعناع طبعا بيساعد على الهضم ومفيد جدا في ايام الصيف وايام الحر، ولكن انا ليا مع الليمون واقفه، لازم اعصر الليمون واديله قشره حلوه عشان ياخد الزيوت الطياره اللي موجوده في قشره الليمونه، ويفضل طبعا يكون ليمون اخضر مع النعناع مع سكر مضروب في الخلاط مع صودا او تلج. ده السموزي اللي انا بحبه، وده طبعا بيناسب اكله السمك. تفاصيل كتيره النهارده في اكله السمك، وعشان كده بنعيد الحلقه دي لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره نستمتع بيها على شاشه القناه الاولى. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل البولتي سنجاري بالخلطة المصرية المغازية. المقادير على الشاشة: سمك البولتي خير مزارعنا، الحباية تزن 500 جرام أو 600 جرام حسب يعني. معانا بصل، معانا طماطم، فلفل حار، فلفل رومي، شوية توابل حلوين، والثوم بتاعنا وعصير الليمون، معلقة معجون طماطم، ما تنسيش التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وشوية كمون مع الشمر الناعم. حلو الكلام؟ نعمل الخلطة أول حاجة. اللهم صل على النبي. معانا بصل أهوت، معانا فلفل زي الفل، ومعانا كمان طماطم، كل دول في قلب الخلاط يا عم الشيف. نقطعهم كده زي الفل، يعني ممكن تقطعهم بالسكينه، ممكن تقطعيهم في قلب الكبه، مفيش اي مشكله، انا عايز الخضره دي ناعمه. نيه ولا مستويه؟ هو ده الكلام بقى، والسؤال ده سؤال وجيه جدا. حلو الكلام؟ كنت انتظر حد يسألهولي. الخلطة بتاعت السنجاري يا شيف مغازي بتتحط نية ولا مستوية؟ جاوبوني انتوا بقى، بتتحط المفروض ايه؟ حسب وزن السمك يا أستاذ عبد الحميد. إذا وزن السمكة نص كيلو تتحط نية، سمك صغير تتحط نص سوى عشان عملية نسبة وتناسب في عملية السوى. سنجاري يعني السمكة بتتفتح من ظهرها وبتبقى قدامك كده زي الفل، بنشيل قلبها طبعا وبنغسلها وبننضفها. أمرني. حلو، نضرب ده كله مع بعضه كده. راح الاستاذ عبد الحميد. اول نقلب دول كده مع بعض، زي الفل. معانا اتصال ناخد. حاضر، بس الخلاط ده وبس كده عشان اعرف اسمع آية. انتظرينا يا آية شوية بس دقيقة واحدة عشان انا بحب صوت الخلاط. بس الكلام احنا بنطحن الخضروات ديت طحنة خشنة مش ناعمة، يعني ما بسيبش الخلاط شغال عليها كده فترة طويلة عشان ما تنعمش معايا وتنزل لي المية بتاعتها، ده مهم جدا على فكره.
الخلطه هنا معايا زي الفل اهيت. تعالوا نشوف هنتبلها مع بعض ازاي. هننزل هنا بمعلقه مستردة، هننزل بالثوم، ثوم مفروم عندي جاهز، خلطه السنجاري سواء بتعملي بولتي، سواء بتعملي بوري، سواء بتعملي ماكريل، سواء بتعملي دنيس، سواء بتعملي قاروص، زي ما انت عايزه. شويه بقدونس او كرفس، بابريكا، كمون، كركم، كل دول مع بعض زي الفل. الملح والفلفل بتاعنا اهو. دي الخلطه، عصره ليمون، زيت زيتون. تاني عشان الساده المشاهدين معلش، عشان الاكله دي ممكن نعملها يعني في حاجات كتير قوي. زيت زيتون انا بحط اهوت مع توابلنا، ملح وفلفل وكركم وشمر ناعم، حلو الكلام، مع توم مفروم طازه، بصل وفلفل رومي قطعته، وحطيت شويه زعتر وشويه روزماري في الخلطه، عصره الليمون فين يا عم الشيف؟ حلو الكلام. نقلب الخلطه دي، وعندنا السمك بتاعنا هنتكلم عنه دلوقتي، خير ما زرعنا. البولت بتاعنا طعمه زي العسل، بنصدره للدنيا كلها، والبوري الحمد لله الانتاجيه بتاعتنا ومزارعنا اهو. شفت الخلطه دي اهي. هناخد السمك البولت دلوقتي على الصينيه اللي محطوطه على عين البوتاجاز بتسخن، حلو الكلام اهي. والصينيه دي طبعا انا مغلفها بورقه فويل، وهحط عليها ورقه زبد. قول لي ليه سموه كباب حله؟ عشان كباب الحله بيستوي في الحله، غير الشيش كباب اللي بيستوي بالسيخ الخشب. السمك السنجاري اتعمل اهو بسهوله خالص. بحببك في انك تعملي اكله السمك في البيت. انا عاشق لاكله السمك لما اكلها في البيت. تشتري السمك ده من الحلقه، تروح على البيت اهو. شفت الخلطه دي في قلب السمك اهو، مكان الخياشيم، واجي كده على الاطراف اهو زي الفل. تاني السؤال، الخلطه دي نيه ولا مستويه؟ حسب حجم السمكه. وزنها زي اللي معايا كده 500 600 جرام، بتعملي ايه؟ بتحط الخلطه نيه. سمك صغير بتحط الخلطه تقريبا نص سوا، علشان الخلطه ما تتهريش او ان هي تبقى نيه في قلب السمك، لان السمكه هنا صغيره مش هتاخد وقت كتير في السوا. شايفين الخلطه دي زي الفل، اشيل كل ده من هنا تمام. بنحط اي جرنش كده حلو واحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. درجه حراره الفرن عندي جاهزه 180، حلو الكلام. بعمل ايه بقى؟ باخد الفلفل ده كده، ده الطبيعي يعني، يبقى شكل السمكه مش الخلطه اللي احنا شايفينها دي بس كده، مش هنخسر حاجه اهو. الجو ده كده اهو، اللهم صل على النبي. ومعنا كمان فلفل اهوت زي الفل، الله اكبر. تمام، ناخد ده كده، فلفل حار، فلفل رومي بتاعنا الحلو ده كده. سيبك من الفلفل الكبير ده، خليكي في الفلفل البلدي بتاعنا ده، حلو طعمه حلو. معانا طماطم كمان زي الفل، بنحط الجرنش ده كده، تبقى بين السمكه شكلها حلو ازاي. صورها معايا كده مخرجنا الجميل. خلينا احطها في الفرن واقول لك، نقول لك الخلطه دي عباره عن ايه. درجه حراره الفرن عندي 180. التركايه هنا ايه بتقول؟ انا وانا شغال حاطط الصينيه على عين البوتاجاز عشان تعمل صدمه ناريه والسمك ما يلزقش معايا، وحاطط ورقه فويل وورقه زبده من فوق. هنا الصينيه سخنه في ايدي، خلي بالكم جدا يعني، انا متحمل السخونيه دي عشان خاطر بحبكم. درجه حراره الفرن عندي 180، ده ما يتحطش في ارضيه الفرن، يتحط على الشبكه بتاعه الفرن عشان السمكه تتشمع من فوق والخلطه تستوي اهو. يلا هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف اسرار عمل السمك البلطي خير ما زرعنا سنجاري بالخلطه المغازيه. ولكن عايز المخرج الجميل وفرسان التلفزيون المصري نخش كده ونسمي بسم الله وصلى على الحبيب قلبك يطيب، نشوف السمك البلطي خير ما زرعنا في قلب الفرن بيتكلم مصري. ايه الجمال والحلاوه دي؟ نقفل الفرن ولا نخليه؟ العب يا سمك. الله، ايه الاخراج الجميل ده؟ ايه الابداع ده؟ فنان يا فاروق، حلو الكلام. انا عايز جاي على بالي اعمل تركايه هنا هتعجب حضراتكم قوي. انت ممكن تعمليها في المطبخ يعني، وتبقي شاطره كده زي الشيف المغازي. انا عندي الصينيه اللي فيها السنجاري دي، نزل منها شويه جوس حلوين، صلصه يعني لطيفه وجميله. هعمل ايه؟ ركزوا معايا هنا عشان المعلومه دي مهمه جدا ومطلوبه منك لو انت بتشتغلي سمك سنجاري زي ده كده، او بتشتغلي ريزوتو، او بتعملي رز صياديه ايا كان يعني. شوفوا معايا الحته دي كده فرسان التلفزيون المصري العب يا سمك. ده بينزل على الريزوتو يغذيه، توابل، خضره، طعم السمك، كل ده مع بعضه على وش الريزوتو. مش عايزه انا، واخد منه شويه كده. ركزوا معايا،
تاني هنا هنا اهو انا هنا اهو انا هنا اهو 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 يا دلعك يا شيف اهو اهو ده الشغل ده المطبخ السمك اهو خدت انا الحاجات والحلويات اللي نزلت من السمك استغلتها واستخدمتها اهو زي الفل السمك جاهز عندي بحطه هنا كده اهو حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة فيها إبداع فيها إبداع فيها حب أكتر من الإبداع فيها حب إحنا لما بالكلام الطيب اللي بنسمعه من حضراتكم والناس اللي بتتصل بيا وتشكرني بس من غير ما تطلب حاجة صدقوني ده عبء عليا عبء عليا إن أنا أجتهد ليل مع نهار وجفوني ما تشوفش النوم علشان أعمل حاجة حلوة لحضراتكم فأنا غرقان في حبكم رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية منين يا مغازي؟ من ماس بيرو